إن شاء الله راح نبدي بالمعادلات التفاضلية اللي هو راح يكون الفصل الثالث. حتى نتعرف على المعادلات التفاضلية ناخذ بعض التعاريف الأساسية أو fundamental definitions. أول شيء راح نتعرف على معنى كلمة معادلة تفاضلية differential equation. المعادلة التفاضلية هي عبارة عن معادلة تحتوي على الدالة الفانكشن وأحد أو أكثر من مشتقاتها، ويمكن تصنيفها بالشكل التالي حسب النوع اللي إحنا موجود عندنا نوعين أساسية من المعادلات التفاضلية اللي هو الأوردينري أي بمعنى الاعتيادية أو البارشيال بمعنى المعادلات الجزئية. أول نوع اللي هو يسمى بالordinary differential equation، المعادلة التفاضلية الاعتيادية. المعادلة التفاضلية الاعتيادية هي عبارة عن معادلة تفاضلية تظهر بها المشتقات الكاملة total derivative، يعني المشتقات الكاملة بمعنى إنه الدالة مالتنا هي عبارة عن دالة لsingle variable أي متغير واحد تسمى بمعادلة تفاضلية اعتيادية. For example، مثلا هذه عبارة عن معادلة تفاضلية اعتيادية، نلاحظ أن الواي هي دالة للإكس يعني دالة إلى متغير واحد، هذه عبارة عن المشتقة الثانية وهذه المشتقة الأولى بالإضافة إلى الدالة واي، فهذه تسمى بمعادلة تفاضلية اعتيادية بالضبط مثل معادلة الانحراف بمقاومة المواد. بمقاومة المواد معادلة الانحراف من ريد نوجد انحراف العوارض هي عبارة عن معادلة تفاضلية اعتيادية. ولسهولة التعبير عن المعادلات التفاضلية نقدر نكتبها بالشكل التالي، إنه المشتقة الثانية تسمى بالواي دبل داش أي هنا، والمشتقة الأولى بواي داش، هذه فقط لسهولة التعبير عنها. إذن بالمعادلات التفاضلية حتى نعبر عنها بشكل بسيط نقدر نقول إن المشتقة الأولى راح نرمزها بالواي داش، المشتقة الثانية راح نرمزها بالواي دبل داش، والمشتقة الثالثة راح تكون بالواي تريبل داش يعني ثلاث خطوط وهكذا. هذا هو اتفاقنا راح يكون بالنسبة إلى المعادلات التفاضلية لسهولة التعامل معها. هذا بالنسبة إلى النوع الأول اللي هو الأوردينري الاعتيادية. النوع الثاني اللي هو البارشيال ديفرنشال إيكويشن أي المعادلة التفاضلية الجزئية. المعادلة التفاضلية الجزئية إنه الدالة مالتنا الفانكشن هي دالة لعدد من المتغيرات several variables وأيضا تحتوي على مشتقاتها الجزئية تسمى بالمعادلة التفاضلية الجزئية. مثلا للتوضيح هذه عبارة عن معادلة تفاضلية جزئية، نلاحظ أن الدالة U هي دالة للX وY وهنا partial فلذلك تسمى بالمعادلة التفاضلية الجزئية. وأيضا تطبيقاتها الهندسية كثيرة مثل معادلات انتقال الحرارة، معادلات الفلويد فلو، معظمها هي معادلات تفاضلية جزئية. إذا هذه معادلة تفاضلية جزئية. هذا هو التصنيف الأول، أن المعادلة ممكن أن نصنفها إلى قسمين أساسية، أما معادلة اعتيادية أو معادلة جزئية. إحنا إن شاء الله بالمرحلة الثانية فقط راح نتناول موضوع الordinary differential equation يعني المعادلات التفاضلية الاعتيادية. إن شاء الله البارشيال ديفرنشال إيكويشن راح تكملونها بالمرحلة الثالثة بالتحليلات الهندسية. إذا إحنا هنا بهذا الشابتر فقط راح ناخذ الordinary differential إيكويشن. ممكن أيضا نصنف المعادلات حسب الرتبة الأوردر. تعرف الأوردر أو الرتبة
هي أعلى مشتقة ممكن أن تظهر بالمعادلة التفاضلية. For example، مثلا هذه معادلة تفاضلية اعتيادية، نشوف هنا ظهرت عندنا y داش أي المشتقة الأولى، والy هي دالة للx، لذلك أول تصنيف من نصنف هذه المعادلة نقول عليها معادلة اعتيادية ordinary. نكمل التصنيف مالتنا نقول first order، يعني معادلة تفاضلية اعتيادية من الرتبة الأولى. example آخر، مثلا هذه المعادلة لاحظ إنها ظهرت عندنا مشتقات جزئية، أي إنه الدالة z هي دالة للx وy، فأول ما نصنفها نقول عليها معادلة تفاضلية جزئية partial. نلاحظ إنه ظهرت عندنا المشتقة الثانية، إذا هنا نقول second order، الرتبة الثانية، فرتبة المعادلة التفاضلية تعتمد على أعلى مشتقة ممكن أن تظهر عندي بالمعادلة. التصنيف الثالث حسب الدجري، الدرجة. تعرف الدرجة هي أس أعلى مشتقة ممكن أن تظهر بالمعادلة التفاضلية، طبعاً بعد إجراء الاختصارات وإرجاع المعادلة إلى شكلها الاعتيادي وأيضاً مشتقاتها. For example، مثلاً هذه معادلة تفاضلية، نلاحظ بها ظهرت المشتقة الثالثة وظهرت المشتقة الثانية بالإضافة إلى الدالة y اللي هي دالة للمتغير x. نلاحظ هنا إنه أول شيء من نجي نصنف هاي المعادلة نقول عليها معادلة اعتيادية ordinary، لأن ظهرت بها المشتقات التامة. التصنيف الثاني، نلاحظ إنه هنا ظهرت عندنا المشتقة الثالثة وظهرت عندنا المشتقة الثانية، إحنا بالأوردر على أعلى مشتقة، فهنا عندنا المشتقة الثالثة ظهرت، فنقول third order، يعني من الرتبة الثالثة، هذه ordinary third order. نلاحظ إنه أس المشتقة الثانية هو 5 وأس المشتقة الثالثة هو 2، فمن نجي نصنفها على الدجري نقول second order، يعني نلاحظ المشتقة الأعلى والأس مالتها، بالرغم أنه أس المشتقة الثانية هو 5، لكن من صنفناها على الدجري أخذنا على أس أعلى رتبة اللي هي أعلى مشتقة. إذن هذه عبارة عن معادلة تفاضلية ordinary third order second degree، أي من الدرجة الثانية. التصنيف الرابع اللي راح نصنف به حسب اللينياريتي، الخطية. ممكن تعريف اللينير أو كلمة لينير خطي يعني الأس مالتنا يكون أس واحد أو اللي هو الفيرست ديجري. فإذا لاحظنا أن المعادلة التفاضلية مع مشتقاتها أسها واحد، إذا هذه نصنفها نقول هي فيرست ديجري، وأيضا نصنفها نقول لينير ديفرنشال إيكويشن، معادلة تفاضلية خطية. إذا كل المعادلات التفاضلية الخطية معناتها إنه تكون هي من الدرجة الأولى. For example، شكل عام لأي معادلة خطية ordinary linear differential equation من الرتبة n، وهذا هو شكلها العام. نلاحظ بهاي المعادلة إنه ظهرت عندنا المشتقات هنا n هي تمثل لي الرتبة، مثلا إذا كانت عندنا الرتبة الثالثة فهذه n راح تكون هي 2، إذا مثلا عندنا الرتبة الخامسة ال n مالتنا هنا راح تكون رقمها 5. نلاحظ إنه هنا وأيضا عندنا ثوابت مثل الثابت a اللي هو دالة لل x وy اللي هي الدالة الأساسية مالتنا،
نلاحظ هنا كل المتغيرات مع الدالة مع المشتقات مالتها الأس مالتها واحد، لذلك نصنفها نقول هي first degree، وأيضا نطلق عليها كلمة linear أي معادلة خطية. هذا يعني أن كل معادلة تفاضلية not linear غير خطية فهذا يعني أنه هي تكون من الدرجة الثانية فما فوق، هاي الحالة نقول عليها معادلة تفاضلية غير خطية. مثلا for example هذا الإكزامبل قبل قليل صنفناه قلنا أنه هو من الرتبة الثالثة ordinary و second degree، إذا من نقول second degree هو non linear، فكل المعادلات التفاضلية اللي يكون درجتها أعلى من 2 فما فوق راح نسميها معادلات تفاضلية غير خطية. هذا هو التصنيف الأساسي للمعادلات، إحنا نصنف المعادلات حتى نتعرف على طريقة حلها، إنه لكل صنف من هاي المعادلات حسب التصنيف مالتنا هاي النقاط الأربعة نقدر عن طريقة نوجد الحل المناسب للمعادلة التفاضلية. فنجي إلى حل المعادلة التفاضلية solution of a differential equation، نسمي الدالة y دالة للx هو عبارة عن حل المعادلة التفاضلية، ولازم يكون الحل أن الدالة y مع مشتقاتها لازم يحقق المعادلة التفاضلية. يا الله نقدر نقول أنه هذا هو حل المعادلة التفاضلية، بمعنى ثاني أنه إحنا من نعوض الدالة y مع مشتقاتها بالمعادلة التفاضلية إذا حققتها نقول أنه هو هذا حل المعادلة التفاضلية. عادة حلول المعادلات التفاضلية هي عدة أنواع من الحلول، إحنا راح ناخذ فقط نوعين اللي هو أول شيء اللي نسميه General Solution أي الحل العام. نقدر نعرف الحل العام هو كل الحلول الممكنة All the solutions كل الحلول الممكنة للمعادلة التفاضلية يسمى بالحل العام لهذه المعادلة. معناتها احنا من نقول كلمة solve او حل المعادلة التفاضلية بمعنى احنا راح نوجد حلها العام find its general solution، هذا هو معنات الحل العام. For example مثلا بهذا المثال نريد نثبت انه لأي قيم كانت كلمة arbitrary يعني كلمة اختيارية أو لأي قيم كانت للثوابت C1 وC2 إنه الدالة y تساوي C1 كوساين x زائد C2 ساين x هي حل المعادلة التفاضلية المشتقة الثانية d تربيع y إلى dx تربيع زائد y يساوي 0. إنه نريد نثبت إنه هذا الحل y تساوي بدلالة الثوابت C1 وC2 هو حل هذه المعادلة التفاضلية. فحتى نثبت إنه هذا y هو حل هذه المعادلة لازم من نجي نعوضه بالمعادلة التفاضلية لازم يحققها. بمعنى ثاني إنه لازم المشتقة الثانية من نشتق هذه المعادلة y زائد y لازم الناتج مالتنا يطلع 0 بالطريقة التالية. y مثل ما عرفنا بالمثال هي عبارة عن C1 كوساين x زائد C2 ساين x. هنا نلاحظ بالمعادلة التفاضلية ظهرت المشتقة الثانية فنحتاج نشتق المعادلة y مرتين. نجي إلى المشتقة الأولى، مشتقة الكوساين هي ناقص ساين، مشتقة الساين هي كوساين، نشتقها مرة ثانية.
راح يصير عندنا الساين المشتقة مالته كوساين، والكوساين مشتقته ناقص ساين. أجي نعوض المعادلة أو المشتقة الثانية مع الواي بالمعادلة التفاضلية بالشكل التالي. هاي هي المعادلة التفاضلية الأصلية مالتنا. نجي أول شيء نعوض المشتقة الثانية، هذه هي راح تكون عندنا المشتقة الثانية زائد الدالة y، هذه هي الدالة y. نلاحظ انه هنا عندنا ناقص c1 كوساين x، وهنا عندنا c1 كوساين x، اذا هذه راح تروح ناقص ساين 2 ساين x، وهنا عندنا زائد ساين 2 ساين x، اذا راح تروح، فالناتج مالتنا صفر. إذا هذا هو فعلا هذا الواي C1 كوساين X زائد C2 ساين X هو حل هذه المعادلة التفاضلية. اللي نلاحظ أنه هنا المعادلة مالتنا هي معادلة من الرتبة الثانية، أنه ظهرت بها المشتقة الثانية، ونلاحظ أنه بالحل ظهر ثوابت 2 two arbitrary constants يعني C1 و C2. هذا معناته أن المعادلة التفاضلية من نوجد الحل مالتها إذا كانت هي مثلا من الرتبة الثانية لازم يظهر عندنا بالحل ثوابت 2 اللي هو C1 و C2 من الرتبة الثانية، يعني إحنا من نوجد الحل معناتها راح نكامل مرتين، فلذلك يظهر عندنا ثوابت 2. أو بمعنى آخر أنه عدد الثوابت اللي تظهر بحل المعادلة التفاضلية تمثل لي رتبة المعادلة التفاضلية. فمثلا لو كانت عندنا معادلة تفاضلية من الرتبة الثالثة معناتها تظهر عندنا ثلاث ثوابت، إذا من الرتبة الأولى تظهر عندنا فقط ثابت واحد. هذا هو بالنسبة إلى الحل العام، أنه بالحل العام دائما تظهر عندنا ثوابت، وهاي الثوابت قيمتها غير معروفة مثل الثوابت C1 و C2. الحل الآخر اللي يسمى بالحل الخاص الـ Particle Solution أو مرات يسمى بالحل الجزئي. الحل الخاص للمعادلة التفاضلية differential equation هو أي حل نقدر نحصل عليه that is obtained by assigning b تعويض specific values يعني قيم محدودة أو قيم معروفة حتى نحصل على الثوابت الكونستانس اللي تظهر بالمعادلة التفاضلية بحل المعادلة التفاضلية. انه احنا بالحل الخاص او الحل الجزئي لازم نعرف قيم هذه الثوابت اللي هي مثلا بالمثال السابق C1 و C2، نعرفها عن طريق تعويض بقيم محددة للمعادلة التفاضلية. عادة عمليا هناك نوعين حتى نقدر من عدها نحصل على قيم هذه الثوابت عن طريق تعويض، ما يسمى ب الـ initial conditions أي الشروط الابتدائية، أو الـ boundary conditions أي الشروط الحدودية أو الشروط الحدية. مثلا for example بالـ initial conditions من اسمها شروط ابتدائية، أنه دائما تعتمد على الزمن، يعني مثلا عند الزمن صفر كانت عندنا السرعة مقدارها مثلا 5 متر على السكند وهكذا. أما الـ boundary conditions من اسمها الشروط الحدودية أو الحدية، أنه تعتمد على الحدود، مثلا for example معادلة الديفليكشن اللي هي معادلة الانحراف للعوارض، أنه إحنا حتى نوجد انحراف العوارض لازم نعرف طريقة تثبيتها اللي مرت علينا موضوع مقاومة المواد، مثلا أنه النهايات بتكون مثبتة تثبيت بسيط، أو النهايات تكون built in، أو النهايات تكون نهايات حرة، أو في موضوع انتقال الحرارة
مثلا هذا الجدار يكون معزول، اي انه درجة الحرارة مالته تكون مثلا صفر او تكون الدرجة حرارة معينة، لذلك يسمونها الباوندري كونديشنز. اذا هنا عندنا كثير من المسائل الهندسية حتى نعرف الحل الخاص للمعادلة التفاضلية، لازم نعرف اما شروطها الابتدائية او شروطها الحدودية. ايضا عندنا مسائل الفايبريشن او مسائل الاهتزازات، انه مسائل الاهتزازات لازم نعرف الشروط الابتدائية ولازم نعرف الشروط الحدودية لإيجاد الإزاحات او التعجيل او السرعة لهذه المنظومة المهتزة. فاذا هذه الشروط انه من نعوضها تعتمد على اليمن، تعتمد على الفايربل وتعتمد على المشتقات، انه لها قيم محدودة. مثلا for example لو كان عندنا بالمثال السابق y of 0 تساوي 1 والمشتقة الاولى y of 0 تساوي 0، هذه تقرأ بالطريقة التالية، معناته عندما x يساوي 0 y تساوي 1، وهذه بالمشتقة معناتها انه عندما x تساوي 0 المشتقة الاولى تساوي 0. فهذه هي القراءة الصحيحة للشروط الابتدائية او الشروط الحدودية، انه الرقم اللي بين قوسين يمثل لي قيمة x، فهذه من نقراها نقول عندما x تساوي 0 y تساوي 1. فاذا مثلا نريد نعوض هذه القيم بالمثال السابق لإيجاد الحل الخاص، إنه عندما y أو عندما x تساوي 0 y تساوي 1، يعني نعوض عن كل x بصفر وعن ال y بواحد. هاي المعادلة مالتنا، نعوض عن ال x بصفر وعن ال y بواحد، فكوساين الصفر 1، ساين الصفر 0، إذا قيمة الثابت الأول C1 يساوي 1، هذه عن طريق الشرط الأول. بنفس الطريقة نقدر نعوض الشرط الثاني، إنه عندما X تساوي 0 المشتقة الأولى تساوي 0، نعوض ساين 0 0 وكوساين الصفر 1، فمن عدها راح نوجد قيمة الثابت الثاني C2 يساوي 0، فنعوض قيمة الثوابت C1 و C2 بالمعادلة أو بالحل مالتنا Y. فنلاحظ أن الحل الخاص لهذه الحالة أنه Y تساوي cosine X، تلاحظ ما ظهرت بي عندنا أي ثوابت غير معروفة مثل C1 و C2 اثنين. ايضا هنا عدد هذه الشروط الابتدائية او الشروط الحدية يعتمد على رتبة المعادلة. فهنا بالمثال مالتنا انه احنا عندنا معادلة تفاضلية من الرتبة الثانية حليناها، فظهر عندنا ثوابت اثنين C1 و C2، اذا نحتاج شرطين، هذا هو الشرط الاول وهذا هو الشرط الثاني. بينما لو كانت عندنا معادلة تفاضلية مثلا من الرتبة الثالثة، فمن نحلها تظهر بها ثلاث ثوابت، فبهاي الحالة لازم نحتاج ثلاث شروط حتى نقدر نطلع هاي الثوابت وبالتالي نحصل على الحل الخاص.